المنحنى الوبائي في تصاعد مستمر، حيث سجلت دولة الكويت أعلى حصيلة يومية غير مسبوقة لعدد الإصابات، واقتربت نقول يعني نقول من حاجز 2000 إصابة يوميا منذ يعني نقول تفشي بداية الجائحة في البلاد. يعني من شهر فبراير حتى الآن أعداد الإصابات أكثر من أعداد المتعافين منها. نعم للأسف الشديد، طبعا أطباء ومختصون يذوقون ناقوس الخطر من ارتفاع وتيرة الإصابات بشكل ملحوظ وقياسي. طبعا هذا الشيء يستدعي مضاعفة تحمل المسؤولية والمراقبة الذاتية، يعني كل واحد يكون مسؤول عن نفسه وكل راعي مسؤول عن رعيته، بالالتزام التام بكافة الاشتراطات الوقائية والإسراع في التسجيل عبر منصة التطعيم لكسر سلسلة الانتشار. طبعا التطعيم يساعد على تقوية المناعة بحيث إذا لا سمح الله أصيب بالفيروس يكون عنده قدرة أنه يحارب هذا الفيروس ولا يضطر إلى اللجوء إلى العناية المركزة لا سمح الله. نشوف معكم هذا التقرير ولا نعود مع ضيفنا إن شاء الله. أقصى فصول المعركة مرضى في غرف العزل تحت سطوة الأجهزة، وأعلى درجات الألم والندم فقدان شخص عزيز عليك تسببت أنت بنقل العدوى إليه، وما بين صرخات الألم وصراخ الرحيل لا تكن سبباً في ألم أحدهم أو رحيل الآخر. بداية الجائحة قلنا يمكن شيء بسيط ويروح ومرض بسيط ويروح، بس بالنهاية يعني حصد وايد أرواح، يعني شيء لا يستهان فيه. عمي وولد عم أبوي توفوا من سبب جائحة كورونا هذه. الإصابات بازدياد رغم التحذيرات المستمرة، إلا أن الاستهتار هو السلوك المنتشر وقد يعيدنا إلى المربع الأول ونقطة البداية. إذا أنت تعبت ومليت لابد أنك تصبر شوية وتتحمل أنك تطبق الاشتراطات الصحية وتستعجل في تسجيل اسمك للتطعيمات وأنك تساعد الناس الثانيين أن يوصلون إلى بر الأمان. يجب أن نمسك نفسنا، يجب أن نلتزم حتى لا ترتفع الحالات زيادة ولا يكون عندنا إجراءات، يعني دولة الكويت تكون أشد. رسالة حق كل مواطن، حق كل مقيم على هذه الأرض، التباعد الاجتماعي، الماسكات مو مشكلة، أكيد ما راح نبتعد عن أحبابنا كل هالفترة فترات طويلة، بس لابد يعني الجمعات ما له داعي 20-30 شخص في نفس المكان، يعني أحبابكم المقربين. تستمر التجمعات والزيارات العائلية الكبيرة، ولائم مناسبات اجتماعية هي أسلحة كورونا لاصطياد ضحايا وإصابات جدد. الواحد ما يغامر بنفسه، مفروض ما تجمعون، ماكو تجمعات، ماكو تجمع الأهالي، ماكو الأعراس. في ناس يعني يأخذون الجرعة اسمع شلون ويستهترون او انهم يعني يتهاونون بالشغله هذه. اعراس، افراح، ولائم، كل هذه الابتعاد يكون يقل الاصابات. وانصح الجميع يتطعم. هي علاقه طرديه، فكلما كانت هناك زياده في معدل الاصابات يقابلها زياده في نسبه الاشغال السريري في المستشفيات.